في أخبار كتيرة حصلت امبارح، منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، وكلف رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة اللي بتقوم بيها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات اللي بتتم في محافظة السويس ومحافظة دمياط، وأكد أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مشروع سكن لكل المصريين ومشروعات حياة كريمة. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات المهمة. وخلال الاجتماع شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وده في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب. وكلف رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة اللي بتقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة ودورات المياه والتأكد من سلامتها، فضلاً عن أعمال الإنارة وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية. وشدد رئيس الوزراء على مراعاة قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات، مع الحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة في هذا الشأن. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة السويس. خلال الاجتماع تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها في بعض القطاعات على أرض المحافظة، ومن بينها مبادرة سكن كل المصريين اللي بيتم تنفيذها على مرحلتين بإجمالي 25 ألف وحدة سكنية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة دمياط، وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع التأكيد على أهمية سرعة دخول المشروعات الجاري تنفيذها الخدمة، وده بالنظر لما سيكون ليها من دور كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي وصل ل 545 مشروع بتكلفة إجمالية تتخطى 3 مليار جنيه. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وشددت الحكومة على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، وحيث يتم احتساب عدد الأرغفة اللي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر. وبالنسبة لأخبار المحافظات، فإنها تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي في قرية الأميرية التابعة لمركز أبو تشت ضمن مبادرة حياة كريمة. وفي الأقصر تم تحليق 40 رحلة بالون طائر على متنها 950 سائح بالبر الغربي. كمان في بني سويف تم إجراء اختبارات للمتقدمين في رياضة رفع الأثقال ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. في الوادي الجديد تم اختيار أفضل 18 مشروع ضمن مبادرة المشروعات الخضراء. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في قنا تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية الأميرية التابعة لمركز أبو تشت، وده عقب الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الإسكندرية أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية مد فترة التقديم الورقي لطلاب الثانوية العامة نظراً لتأخر بعض الكليات في اعتماد طلب الالتحاق للطلاب المستجدين، وده حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023. وكانت المدينة الجامعية بالإسكندرية فتحت أبوابها للتقديم الإلكتروني خلال شهر أغسطس الماضي للطلاب الجدد والقدامى، وتم الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين للإقامة بالمدينة. في الأقصر شهدت رحلات البالون الطائر حالة من الإقبال الكبير من السائحين مع تحسن حالة الطقس، وحلقت الرحلات بصورة طبيعية فجراً، وخرجت بسماء البر الغربي 40 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 950 سائح من حول العالم.
في الإسماعيلية أعلنت مديرية الصحة عن انتهاء نقل عدد من الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى القصاصين التخصصي بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية ومد خدمات البنية التحتية استعداداً للافتتاح قريباً وبدء التشغيل لتقديم خدمتها الطبية لأهالي مركز ومدينة القصاصين والقرى المحيطة. في البحر الأحمر بيستقبل مطار مرسى علم الدولي طوال الأسبوع الجاري 134 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية تصل من عدة دول مختلفة، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة. في بني سويف نفذت مديرية الشباب والرياضة اختبارات الانتقاء لرياضة رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمرحلة السنية مواليد 2010-2011-2012 بنين، وكان من ضمن المتقدمين للاختبارات أبناء دور الأيتام وأبناء الشهداء. في المنوفية نظمت جامعة المنوفية قافلة طبية متكاملة بمحافظة شمال سيناء بمدينتي النخل والحسنة، وقعت الكشف الطبي على 1500 مريض في تخصصات طبية مختلفة، وضمت القافلة 13 عيادة تخصصية ومعمل تحاليل طبية، كما تم توزيع 200 كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن انتهاء أعمال لجنة تقييم وفرز المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية باختيار أفضل 18 مشروع في الست فئات اللي بتتضمنها المبادرة، بواقع 3 مشروعات بكل فئة للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.